بتصور بعالم التكنولوجي ما بتزبط حلقة واحدة بس عن التوقعات لل 2018، كل جمعتين يمكن واحد لازم يعمل حلقة، قد ما دائما بنلاحظ انه في تطورات واشياء سريعة كثير عم تركض بها العالم. رح نشوف عامر شو محضر لنا لليوم بأينو. صباح الخير هيو. صباح النور. ما صباح الخير للمشاهدين. لا مزبوط معك، حامي مزبوط، لانه واحد شو كل شوي بيطلعوا لك بشي جديد، ما بتلحق تخلص شغله بنطه على شيء ثاني، ما بتلحق تحمل تليفون بنطه على الثاني، ما بتحمل شوف واحد عنده لابتوب او ايباد او شو ما كان، بتلاقي خلص انتقل الثاني، بتحس خلص صار هذيك قديم. صح. هو على اذا بدك بهذا المبدا بلشنا نسمع هلا انه المبدا او كونسبت السمارت فون مات. يعني لانه ما عاد في شيء بقى يتجدد فيه، يعني اليوم ما بقى بيصير اذكى من هيك، مش قصة ما بيصير اذكى من هيك بس يمكن الشكل تبعه صار، يعني اذا بدنا نقارن شوي بموضوع السيارات مثلا، انه بلشوا السيارات مربعين بعدين صاروا مبرومين بعدين هلا صار عم ينزل منهم اشكال، يعني تطورت طريقه صناعه السيارات. صحيح. فبطلت السياره مثل ما كنا نشوفها بالافلام بال مثلا السبعينات الستينات سبعينات غير الثمانينات التسعينات والتسعينات والالفين غير التسعينات، يعني كونسبت السياره يلي كان يبقى يجي سكوير هلا صار عم يجي راوند، بتيجي مور سبورتي او معمول فيها ديزاين لتكون مور ايروديناميك وكل هالقصص هدول. اليوم التليفونات عم نوصل لنفس المبدا، انه اوكي هذا الديزاين تليفون صار له عم نحكي صلنا 10 او 15 سنه تقريبا بنفس الديزاين، يعني التليفون بيجي مربع بيجي ريكتانجل بيجي سكوير بيجي معه كيبورد بيجي بلا كيبورد، يعني بعدنا بنفس الكونسبت. صحيح. اللي تغير هو القالب تبع التليفون بس. وصلنا لمرحله هلا ما عاد في بقى تغييرات، يعني ما عاد في بقى تحسينات يعني تنزاد اكثر من هيك على اللي موجود بين ايدينا. صحيح. مشان هيك اليوم عم نشوف انه بهالجو هيدا انه والله السمارت فون مات، يعني صار شغله انه عاديه تحصيل حاصل عم تتصنع لانه الشخص عايزها، فبطلت اساسيه انه لازم ينحط فيها او لازم تتغير او تم اكتشاف تكنولوجيا جديده لتتغير. من هون كمان من اهم التوقعات لل 2018 هن اطلاق يعني الانظار كلها بتكون على نمبر 1 بالعالم اللي هو سامسونج، واطلاق الهواتف الجديده اللي اول مرحله بتكون عاده بشهر شباط بالام دبليو سي بالموبايل وورلد كونغرس اللي بيصير ببرشلونه، اطلاق الاس 9 والاس 9 بلس. من هون معي انا بعدني فخوره بتليفوني، شوف بس انه سامسونج كمان مش سامسونج احنا ما عم نقول وعنده العلم كمان. ليكي بدي اقول لك شغله، اللي بدي اقول لك اياه عن الاس 9 انه التوقعات له انه ما راح يفرق كثير عن الاس 8. طب والاس 7 ماشي حاله؟ والاس 7 يعني 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 اللي عم حاول اوصل لك اياه انه ثلاث سنين التغييرات ما كانت كثير كبيره، يعني بالاس 9 بالاس 8 شفنا تغيير لشكل الشاشه اذا بدك، صاروا كلهم عم ينزلوا ادج، بينما على الاس 7 يلي حاملتي كان في الاس 7 العادي والاس 7 الادج. هلا لا صاروا كلهم عم ينزلوا ادج، يعني طور طريقه الانتاج انه يصيروا كلهم ينزلوا ادج، بس البطاريه بعدها تقريبا نفس الشيء. صح. نوعيه الشاشه بعدها تقريبا نفس الشيء، الكاميرا بعدها تقريبا نفس الشيء، يعني الفينجر برينت سنسر بعده نفس الشيء اللي شفناه بالتغييرات شفناه بالنوت ما شفناه بالاس مثلا. صحيح. وهلا عم بيقولوا كمان انه الاس 9 عم نحكي بعنا رومر، صحيح انه رح يتم الاعلان عنه رسميا الشهر الجاي، بس بعد كل هذه توقعات واشاعات اذا شيء ما في شيء غير ما في شيء مؤكد انه ما في تغييرات جذريه عن الاس عن الاس 8، وبالتالي الاس 9 حيكون تكمله للاس 8. اوكي. هون بتحس انه اوكي بلشوا العالم انه طب انا ليش بدي اشتري جديد، باخذ مثلا الاس 8 وفي الاس 8 بلس لانه كمان ما صح باخذ الاس 8 او الاس 8 بلس يلي حينزل سعره حكما لما يتم الاعلان عن الاس 9 مثلا، ما عاد في بقى انسنتيف ما عاد في حافز للعالم انه لازم تروح للتليفونات الجديده. نفس الشيء مشان الايفون، اليوم شفنا لاول مره بال 2017 كنا قلناها الحلقه الماضيه انه لاول مره بال 2017 ايفون تطلق ثلاث تليفونات مع بعض اللي هن الايفون 8 ال 8 بلس وال 10 او الاكس.
هيدي اول ليش مثلا بيتم انزال هيك ثلاث تليفونات مع بعضهم؟ ما لانه ابل عم يعني ثلاثه بادجتس مثلا بيكونوا لا ثلاثتهم قريبين من بعض نفس الشيء يعني أوكي. عم نحكي 890 990 و1100 اوكي يعني هذا الرينج للثلاث تليفونات. بينما تركت الايفون 7 ان برودكشن يعني الايفون 7 بعده عم بينباع فبالتالي رخص شوي من سعره. ما فيها تنافس ابل اذا ما عملت هيك. يعني اليوم ابل خسرت المرتبه الاولى بالعالم ونزلت واليوم مهدده انه تخسر حتى المرتبه الثانيه من هواوي. فبالتالي اذا بدها تنافس سامسونج اللي هو عنده اربعه كاتيجوريز ما فيك تنافسيها بجهاز واحد. فاليوم سامسونج عنده الاس فاميلي اللي هي العائله اللي تعتبر الهاي اند لكجوريوس وعندهم النوت اللي هو البزنس اكزاكتلي وعندهم بقى اللو اند اللي هو يوث وغيره من هالامور. فالكاتيجوريز هذول تقدر تنافسي عليهم ما فيك تنافسي على ثلاثه بتليفون واحد صح مضطرين ينزلوا اكثر. فبالتالي كمان هذه السنه من التوقعات انه رح نشوف تليفونات زياده بعد من ابل كمان لاول مره بهالطريقه هيدي ورح نشوف تليفونات بشاشه اكبر من الشاشات اللي معتمدتها ابل. أوكي. فبالتالي كمان هذه بعد رومرز بس عم نحكي كمان على ثلاث تليفونات جديد بال 2018 ليصير في عندهم مجموعه اذا بدك من ست تليفونات موجوده بالسوق ليقدروا ينافسوا سامسونج وهواوي يلي عندهم مجموعه بتقارب 8 او 10 تليفونات بالسوق كمان. يعني مثلا هواوي عندهم الميت 10 يلي تم اطلاقه باخر 2017 يلي هو الهاي اند عندهم الكاتيجوري اللي تيجي مثل النوفا والنوفا 2 بلس اللي تم اطلاقه بنص 2017 يلي كتير عم بيلاقي رواج. يعني هالتليفون عم بيبيع بشكل مش طبيعي لانه سعره وسطي والمواصفات اللي فيه بتنافس التليفونات الثانيه بمستوى عالي. فهيدا كمان عملوا فيه منافسه. فاليوم لتقدر ترجع ابل على المنافسه بظل الضغط الكبير اللي عم بيصير حواليها صح وبظل الحكي انه بلشت ابل تخسر بسوق مش يعني تخسر يعني مش تخسر ماديا انما تخسر من البوزيشن تبعها تخسر من وجودها تخسر من حصتها بالاسواق بسبب عدم قدرتها على المنافسه مع المصنعين الباقيين. عم نشوف هلا عوده كمان متوقعين عوده لابل بمجال الموبايلز كمان بال 2018 بتكبير حجم الديفايسز اللي موجوده عندهم. اوكي اي كبروا الحجم تبعهم؟ الحجم بمعنى حجم البورتفوليو اذا بدك. اوكي افتكرت كمان حجم الـ لا يس هذه مشكله عند ابل. هلا في ناس ما بيعتبروها مشكله إيه؟ ابل ما بتشوفها مشكله. في مستخدمين ما بيشوفوها مشكله. في ناس بيقولوا لا انا تليفون ابل صغير يعني لما بنروح نشتري الايفون 8 مثلا في ناس بيعتبروا انه 5.6 صغير الشاشه او 5.7 صغير الشاشه بده شيء بالسته وطلوع لانه معودين على التليفونات الكبيره مثل او معودين على الاندرويد لانه الاندرويد دائما كان يطلع بقياس عالي مثل النوت عائله النوت لانه النوت كبير التليفون بس حتى الاس كبير يعني الاس 7 والاس 7 اليوم الاس 7 ادج اكبر من الاس 7 والاس 8 والاس 8 بلس اكبر من الاس 7 كمان. ف يعني بالاس 8 اللي صار انه مقارنه بالاس 7 الاس 7 كانت الفينجر برينت موجوده تحت البصمه الكبسه والبصمه موجوده بكعب التليفون وفي عندك السبيكر والسنسرز اللي موجودين فوق الشاشه هدول كانوا كبار. اللي صاروا بالاس 8 انه راحت الفينجر برينت لورا صارت موجوده من ورا فالمسافه اللي تحت صارت هواوي شاشه عندهم اياها من ورا هواوي عندهم اياها اكزاكتلي فراحت المسافه من تحت اللي كانت موجوده عليها الزر صارت شاشه ورفعوا من مسافه قدروا يستحدثوا تكنولوجيا جديده كمان هواوي عندهم اياها وايفون عندهم اياها بتصغير السنسرز والمايكروفون والسبيكر اللي فوق فبالتالي صغرت المسافه اللي فوق بقي قياس التليفون هو ذاته بس مطت الشاشه اوكي يعني القياس اذا بدك الفاكتور تبعه بقي نفس الشيء بس مطت الشاشه. هيدي شفناها بايفون لاول مره مع الايفون 10 كمان نفس الشيء مطوا الشاشه بطريقه انه لانه بالايفون 10 ما عاد في بقى بصمه اصبع صارت فيشل ريكوجنيشن بيتعرف على الوجه بصمه الوجه ودغري ركبوا عليها قصص كثيره على قصه بصمه الوجه وما في اسرع منه
ما في اسرع من قول بك حيلا شغلي بدغري بيركب نكت دغري على حيلا موضوع. وعلى سيره هدول النكت، لا اذا نايم ما بيفتح التليفون. ايه كمان يعني هذه كانت ما بيعرفك اكزاكتلي. يعني هذه كانت النكته انه اذا زوجك نايم بدك تفتح التليفون مرقي له اياه على وجهه، يعني خليه يشوف وجهه نايم بيعمل انلوك. لا اذا العيون مغمضين ما بيعمل انلوك. حتى كانوا يقولوا الستات اذا ما حاطين مكياج ما بيعرفون حتى كمان تليفونهم. وبعض النكت هلا على فكره يعني ما بعرف من يومين وين شفت كنت عم بحضر على التي في يعني اشياء لوكل هون، واحدى السكتشات كان هيك انه اشتريت التليفون وراحت على البيت ورجعت لعنده بعد ربع ساعه عم بتبهدله للمحل لانه ما كان يفتح التليفون ما كان يشتغل. قال له مدام رجعي روح حط الميك اب اللي كنت حاطط له من اشتريت التليفون حتى يتعرف عليك 100%. بس هذه مش مزبوط يعني لا. مجرد نكته لانه اذا بدنا نحكي شوي عن تكنولوجيا بس هو نايم يعني بيفتح؟ لا كمان ما اوكي لا. ما بيفتح بده يكون واحد لانه اكيد العين هي بالدرجه الاولى هي أوكي. اللي بتعرف عن الشغل هو اللي بيعمل نحن عم نطمن الستات انا ما عندي ايفون عم بيجي لا خلينا هيك بما انك سالتي لا لانه حتى بيفكروها نكته يعني لا هي مضبوطه اليوم التليفون الايفون بيعتمد على تقريبا حوالي 60,000 نقطه بالوجه اوكي فهدول ال 60,000 نقطة إذا كان منهم يعني بأغلبيتهم منهم مزبوطين ما بيفتح التليفون خاصة العيون عم نحكي عن أساس أكيد. يعني أهم شيء بالويز يعني هو ما بيقرأ العين ايه؟ الأيرس سكانر اللي موجود بسامسونج مش موجود ب مش نفس الكونسبت تبع أو الفيشل سكانر النوت 8 والأس 8 بيقروا بصمة العين يعني الببو أو الأيرس كان أوكي الآيفون بيقرأ الوجه بياخد 60,000 نقطة على الوجه وبيتعرف عنه إذا أنت ما عم تطلعي فيه للتليفون ما بيفتح يعني إذا أنت حطيتيه هيك وبرمتي عيوني ما بيفتح ايه اكيد بده يشوف بده يحس يعني انه انت مهتم فيه انا لا ما هو بينطر انه انت ما عم تعطيه التنشن للتليفون وبالتالي ما في ضروره يفتح وحدا يكون قاعد حدك ويشوف شو في بقلب التليفون فاذا هو عم اذا انا عم بحكي معك وحاطط التليفون هيك هو عم يقرا وجهي بس مجرد ما اطلع فيه بيعطي اوكي انه بيفتح مهذب بنطر لحتى تعطيه التنشن لحتى يفتح فلا الميك اب ما خصه والعيون اساسيات حركه الوجه هي الاساسيه فهيدا كمان مشان الايفون رح نحكي شوي عن امور تانية خاصة بشكل سريع هيك بعد في معنا دقيقة ايه اخر دقيقة نفس المبدأ مشان اللابتوبس يعني هلا نحن صرنا نفس الشيء مثل التليفونات صاروا ستاندرد ما عاد في عنا شيء جديد الرواج رايح اكثر صور بالتابلتس وتخفيف الوزن واستعمال التابلتس اكيد حتى بويندوز صرنا عم نشوف التابلتس عم بتنافس تابلتس عليهم ويندوز بدل ما يكونوا مثلا اندرويد او اي او اس عم نشوف تابلتس عم نشوف السيرفس موجود بالسوق كمان العالم عم تحب تشتغل عليه مشان الانترنت بلبنان بالمبدا ما عندنا شيء ننتظره بال2018 الا استكمال للخطوات اللي تم الاعلان عنها بال2017 من الفايبر اوبتكس وغيرها من الخدمات اللي صحيح ان شاء الله تتحقق قريبا قولي خلينا نقول للمشاهدين انه الفايبر اوبتكس ببيروت صار واقع وصار فيهم بلشوا ياخذوا طلبات ليركبوا يقدموا طلبات ليركبوا فايبر اوبتكس بمنطقه الحمراء ومنطقه الاشرفيه فقط هدول هلا بيقدروا يتصلوا بأوجيرو او يتصلوا بالاي اس بيز اللي موجودين اللي بياخذوا من عندهم حقولهم بشكل سريع لانه هدول صاروا سيرتيفايد فايبر بروفايدرز هن داتا مانجمنت سايبيريا وتيرانت بهالمناطق هذه بيقدروا يدقوا ويقدموا طلبات للفايبر اكيد لانه ان شاء الله بهيدا الشيء بيقدم كثير خدمات اسرع لكل الناس خاصه الاشخاص اللي بيشتغلوا بزنس وهذا شيء اساسي بحياتنا صار لنا كلنا للاقتصاد اكيد للاقتصاد اساسي جدا فعلا وهذا الشيء اللي متامل انه ينتشر بكل المناطق اللبنانيه نحن بنشوفك السبت الجاي ان شاء الله اهلا وسهلا رح نتابع لحتى نكون هلا مع الشيف محمد ورشه ملح صباح الخير مشاهدينا وما عم تتابعونا من جديد رح بلش انا وياكم نحضر اول شيء الكيك فريزي رح اشرح لكم بشكل سريع وبسيط شو ممكن نعمل انواع كيك من العجينه اللي حنحضرها اليوم اول شيء عجينه الجنواز العجينه السفنجيه اللي بدنا بنعوز لها معدل سجلوا عندكم واحفظوا كل بيضه بدها 30 جرام طحين و30 جرام سكر ورشه فانيليا اي ما يعادل معلقه اكل عاديه بدنا لكل بيضه فاذا كل بيضه نحفظ قاعده على طول كل انواع الكيك السفنجي اللي بدنا نعمله بدنا لكل بيضه 30 جرام سكر و30 جرام طحين ورشه فانيليا وبنرجع بنخفق البيض مع السكر مع الفانيليا لحتى يرفخ عنا يصير مثل السفنج بنرجع بنشيله على جنب وبنضيف عليه الطحين المنخل شوي شوي بنفوت له الهواء بنحط ورقه زبده وبنحطه بفرن معدل
180 لحوالي 20 دقيقة، ممنوع نفتح الفرن أبدا، لأنه الفرن إذا فتحناه بيرجع بينفس الكيك. بنعمل منه الكيك فريزيلي أنا حأعمله اليوم، بنعمل منه أي نوع كيك بتحبوه أنتو. وملاحظة كتير مهمة، إذا عم نعمل كيك بالشوكولا بنخفف كمية الطحين، بنحط بدل ما نحط 30 جرام لكل بيضة بنحط 25، ونحط 5 جرامات من الكاكاو بيطلع جاهز. رح أحضر الكريم مع القرفة، كريم حلو بدنا نخفقه شوي. لازم احضر انا العجينه، انا حضرتها قبل بوقت لحتى تبرد 100%. فاذا عجينه الجينواز لازم اخفقها قبل بوقت، احضرها واخبزها واتركها تبرد لحتى اعمل فيها الفريزه. بقطعها شرحات، معدل شرحتين تقريبا بسماكه 2 سنتي، ونحشيها بالفريز والكريم. رح احط له قرفه اليوم، رح استخدم القرفه مع الكريم فريش. يعطي نكهه كثير طيبه القرفه. ورح نستخدم الفريز، رح نستخدم الفريز الحبه الكبيره حتى نزين على جنان فيه. وممكن نستخدم فريز مقطع بقلب الكريمه نحطه بقلبه، والمروار جيل اللي هو بهالشكل جيل بيجي على ابيض، هيدا رح استخدمه للوجه. رح اعمل طبقه من الكريم، وبهالوقت عم تمرق الوصفه على الشاشه، بتمنى تسجلوها وتجربوها، وصفه كثير سهله والكل بحبوها الصغار والكبار، بتحضر قبل بوقت قبل بيوم فينا نعملها ونقدمها. رح نحط طبقه من العجينه ونحط طبقه من الكريم. هذا الكريم بلش يجمد عندي، طبقه كريم، طبقه عجين، شويه كريمة فريز على الداير، فيني ضفنا الفريز قطع صغيره بالنص. شفت كيف صارت هيدي بهالشكل؟ هنشوفها بالمعلقه. بتطلع بهالشكل هيدا، تكون جامدة هيك، ممنوع تنزل إلا إذا نحن نزلناها لحتى تكون عرفنا إنه صارت جاهزة. رح نحضر الجيل، مروار الجيل مع الكاكاو، رح نخفقهم مع بعض. هيدا بتحط له شوية كاكاو بقلبه، وعامل طبقة على الوجه منه. شوية صغيرة، في أشخاص بيحطوا شوية نسكافيه كمان بقلبه ما بيأثر بهالشكل. هنخفقه مع بعض. رح ريح الكريم مع القرفة شوي بالبراد. حضرت المروار جيل مع الكاكاو، العجينة صارت تقريبا حتجهز عندي، الفريز جاهز. رح نطلع نرجع لعند غيدا وارجع انا بعد شوي بلش صف الفريز والكريمة والجينواز، بتذوق اخر شيء وبتقولي لي شو رايك. اكيد انا من هلا محضرة حالي، خلص جهزت نفسي، حضرهم ريحهم اعمل اللي بدك اياه. رح نريحهم على الاخر. نحن رح نتابع اكيد محطات عديدة معك بعد شاف من هلا لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. بعد لحظات بتكون معنا دارين بما بدها هالقد، خليكن معنا.